السلام عليكم. الحرس الثوري، القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول في العالم. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه القوات المسلحة في البلاد أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوات الصاروخية في العالم. وقال قائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكروبو إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته، ويعلم أن هذا النظام قوي، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية. وثمن قائد القوات البرية في الحرس الثوري تواجد الفرقة 17 في عدة مهام في شمال غربي البلاد وتدمير مواقع الزمر المعادية للحكومة الإيرانية في تلك المناطق، فضلا عن إرسال القوات إلى سوريا ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن إيران قدمت شهداء كثيرين في سبيل الثورة. وختم بالقول إنه رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة، مؤكدا أن هذا لن يحدث أبدا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.